شبت في الغشيرة بنت 11 عام، قالوا لي في السن صغيرة وما ضفرت قمام. ريحة العطر وريحة الفن وكل شيء فيهم، علاقت محبة، علاقت ود، في كل شيء. معناه يعني إنسان، معناه إنسان يقول لك إنسان فايح، إنسان معناه كل العطر وكل فحم، معناه محبوب، فهمت؟ العطر هو الحب، هو كل شيء، فهمت؟ احنا في سلمي تطاوين في الجنوب الشرقي. شنني هو معلم تاريخي قديم، فيه قصر فخم وفي عائلات لهم عادات ولهم تقاليد، يعني عاداتهم وتقاليدهم يختلفوا على جهة تطاوين. أنا في أحد الزعيم بورقيبة، يعني بدونهم مدينة حضرية، السكان رفضوها، يعني تشبثوا بعادات أجدادهم وآبائهم. يقول لك احنا نعيش في هالمغاور الجميله اللي ولدت فيها واللي عرست فيها واللي افضل لي من دار فيها مكيف. نمشيو للبلاصه وابقى عند الحرب تقول عبيد المنيانه المنيا موساس وعظمة سالم من لوكاس يقفز ينحاس الياطل المشاف يزيد امه من فاس وبابا نولاد دريد المنيا نجع اولاد هلال وين نجع اولاد هلال في الكلاب حلوين هذوكم، اما بالنسبه لي مش نتاع ويا، فهمتني؟ نتاع ما عادش هو ايديالمون نتاع واحد ريت هذيك. والله يا سي محمد علي كمون مش اول مره، معناها هذه تو الثاني ولا ثالث مره. تبارك الله كيف يجي، معناها يعطي حركه نشاط كبير في البلاد و وشيء معناه شيء كبير ياسر ياسر ما يتوصفش. هذوما جروب جايين معنا من جماعة موسيقيين، فهمني، يعملوا البروفا وباش ان شاء الله عندنا حفلة كبيرة معنا نهار السبت. هما جاوا من يوم الثلاثاء، فهمتني، باش يبقاو معنا حتى نهار السبت، امتعونا معنا بالفن وشيء خارق العادة. يا لما غادي جوست بعد هذيا انتم اوكي يا لما غادي 1 2 3 1 2 تطاوين لنا فحول الشعراء ولك عادتنا وتربيتنا. ثم مثل يقولوا المرأة تنوح أخير من الرجل يغني، مرأة تبكي صوت بكاء أخير من الرجل يغني. كان قبل في الزمان عندنا اللي يغني عار. وشحاف طوال وين انا
لحد الآن كل المنطقة هذه كلهم أمازيغ، معناها التو قاعدين يتكلموا في اللغة الأمازيغية. هي موجود البربر في جهة تطويل، عندنا البربر في دويرات، دويرات تبع تطويل حوالي 15 كيلومتر. هذه حاليا نحن في الرقود السبع ليسي دورمون، هذه ليسي دورمون سي نستواغ كنتروف دو ليفر دي كورون اسمها اصحاب الكهف، والله اعلم. بارتي كونستركسيون هذه عندها من عام 1277. يا معلمات يا عين ما تبكيش على اللي مات، يا عين ما تبكيش على اللي مات. ريت النجمة وكان معناها حب واحدة عائلتها في الوقت هذاك كان موجود، معناها يرحلوا برشا في صحراء ولا حاجة، معناها ثم دي 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 معناها دي بيرجي كي دي تروبو اكسترا يعتمدوا نجوم باش يمشوا للبلاصة نتاعهم، بريسك كل بلاصة يعدوا فيها شهر شهرين، حبها هو في هذاك الشهر ولا الشهرين البريود اللي هي فيها، حبها في البلاصة هذيك نتاعها، بعد هي كي رحلت وبعدت فهمت عمل لها عليها غنية. توا معتصم مش تاخذ، نقترح انك تاخذ هنا ريت النجمه تغنيها مسايبه فهمت، بلاش الميزان، ومن بعد نعاود نفس الكلام، هو نفس هكا ولا ما فماش بيت اخر، فماش بيت اخرين؟ لا اوكي. اه ما معناتها ما نعملوش طرف حرامه، هذاك اش نحكي انا توا، قلت لك حذرني وحدنا حذرني، مي سي بيان دوك اخوان دوك ما نعملش طرف حرامه انا نعمل هي في الرسالة كان سمعت في الرسالة نخلب نغمة صنبيل كانت فاش الرسالة العقاد ما عملوا في ليبيا هم دخلوا شيف ها قرنيتير شنو قرنيتير وسكالوب سكالوب تقولها بالبربري تزعم 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 تنساش باساج وهذا. سي لامين كيفاش ترى معناتها الخدمه بارابور الفيرسيون اللي تعرفها انت؟ في الواقع ثم توزيع جديد على كيف ما كانت تتغنى سابقا. اكيد اكيد اثر التقليدي ظاهر حتى من الكلمات وحتى من اللحن. يا وانا لفتيني راهو
الجمايا أنا اللي معايا يا بينا. قال بريد هو ما تعرف احنا قبل اكثر يعني الجهات تطاوين كانوا عايشين في الصحراء، والمعيشة في الصحراء كانت جميلة جدا. الشعر تخلي المدينة جبد الحنين إلى الصحراء. المنيا يتمنى المنيا نجع، نجع هو مجموعة بل عائلة رحلة. المنيا نجع القلب يريد. كما تشوف معناها بلاد سياحية، معناها تم معنى الكلمة، جوها من ألمانيا من كل معناها السواح من كل بلاصة، فهمت؟ وطيب معناها يفرحوا كي يجيوا لشنيني ويحبوها برشا، معناها خاطر بلاد أثرية وبلاد تاريخ، وتنشط خاصة في المهرجانات كما شفت برشا عروض معناها في شنيني تصير. أي عرض يتعمل في شنيني معناها لابد يلقى صدى ونجاح كبير برشا في شنيني. الجنوب بصفة عامة كلهم يحبوا على الفن ويحبوا الموت على التراث والفن، هم أصل معنا التراث الفني، هم إبداعات من برشا من الجنوب كما دوز كما تطاوين كما بن خداك، يعني عدة بلايص فيها من الجنوب عندنا تبارك الله أصوات ممتازة جدا. أشحال في تميد فوق جبلة تقول عبيد المنيا كل حاجة فيها الموسيقى شجعها ولوق معها 24 يعني سهرة متواصلة بدون انقطاع. تونس معنا مازالت زعما أكثر عناية بالفن وأكثر عناية معنا بالثقافة وبالقرية، زادة كقرية زعما تزيد معناها برشا نقايص فيها، باش الناس ما يغادروهاش، باش الناس ما يقعد معنا ما يهجروهاش، يلزم يوفروا لهم برشا حاجات مع وزارة الثقافة مع وزارة معناها الفن، والواحد يدعموها باش تتنسق مع بعضها تمشي الأمور باهيه.